تديروا لنا المشاكل اصاحبي. هو مشات عندها داك رئيس ديال ديك الجامعه الملكيه اللي معمروا البستوني ديالها ولا مرض ديك الرياضه ديالها بحجه اننا عطينا معلومات غلطه انه ما عندوش هو ولد اختو. صافي ديال المعلومه اللي دراتك نقولوا خو ولد خو مرتك نقولوا بان الجامعه تاسست في 2021. اسيدي بلا ما تعذب براسك بلا ما تدفع شي دعوه قضائيه علاش كتصيفط الناس يفرعوا لهم خيو دوك القاطع اللي كيدافعوا على بعض الفاسدين. انا نقول لك عطيني دليل واحد انك فايت لك مرض السياده الرياضه دي اللي شاد الجامعه ديالها واللي المقر ديالها في الرباط. وقبل ما تمشي ترفع دعوه قضائيه نبغي نوضح لك انني انا صرب بالمدن ماشي بحال دوك الصحفيين اللي تتخيلوهم غيسكتوا بانفلوب ولا غتصيفط ليه الناس. هذوك اللي صيفطتي راه ما استقبلتهمش حتى الاستقبال. ثانيا نزيدك واحد المعلومه اخرى بلاتي تنهضروا على الملف ديال بن شرقي والملف ديال الوزير الاماراتي ديال الرياضه اللي تناض به من اللي عرفك على الناس الاخرين والملف الاخر ديال بوزنيقه والملف الاخير ديال طريق زعير والرئيس ديال نادي الامارات شنو كان كيمشي ليه من طريق زعير وبزاف ديال المواضيع. مين تمشي سير كامل وانا اللي كنعرف شي واحد كيمشي للقضاء ما كيبقاش يجري مرور واحد